قلبي الكلي امي وعمي وبي وخي وفرحنا كثير يا ناجح يا غالي وبنشكر الله العالي وبغني لك موالي والفرحه تطير بداية الموضوع مش سهل المية مش علامة سهلة جدا لكن أظن أنه التركيز على النوعية أكثر من الكمية هو اللي بيعمل الفرق أنك تعامل الراحة زي الدراسة ممكن هو اللي يعطيك الدافع الحقيقي أنك تكمل الدراسة ممكن قبل فترة الكورونا قبل فترة الحظر يوميا 3 ساعات 4 فترة الحظر 7 8 تقريبا الساعات تضاعفت ضعفين وشوي بفترة الحظر يعني بطلت أنا أقدر أطلع مثلاً بسبب الحظر أو إلى آخره وبالتالي أنا محبوس مع كتابي يعني 71 طالب جابوا 100 أكيد سهل مقارنة بالسنين الماضية قولاً واحداً نعم يوم جميل جداً صراحة يعني أكيد مش حكون زعلان على حد علمي زي ما حكيت إذا كانت يوميتي 3 ساعات وبالتالي معي 21 ساعة أنام 10 فيها ألعب 11 فيها وبالتالي طبعاً حتى اللعب يكون لعب مخطط مدروس حكالي موقع التوجيهي www.توجيهي.جو كذا استوى حطت رقم الوطني مش رقم الوطني رقم الجلوس طلع معدل لحالي يس شغلة زي هيك مع شوية تفاصيل دقيقة شوي تعرف الرجل يخفي مشاعره بجوز مراحل الترقب دائما صعبة خاصة إذا كنت أنت بتنتظر بعلامة الأعشار بتفرق فيها يعني الحمد لله احنا مطمئنين انه مصعب جايب علامة عالية ومن الأوائل لكن تفرق معك 100 ولا 99 ولا 98 فلا شك انه اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة كانت صعبة والحمد لله ربنا أدهشنا زي ما بيقول مصعب وأعطانا الحمد لله ليكافئ جهد مصعب اللي بذله والله لا شك أنا فخور كثير في عائلتي فخور في مصعب اليوم مصعب قدم شيء على مستوى كبير وأنا متأكد حتى لو في دراساته العليا حيقدم شيء على مستوى الوطن ودائما يرفع رأس الوطن عاليا والله الحمد لله أول شيء مصعب الله يرضى عليه يعني ما خلانا نضطر للقلق ولا نضطر للخوف يعني كانت مشاعرنا كتير سهلة وإيجابية ومرت الفترة بسهولة أكثر مما نتوقع بفضل الله عز وجل فيعني الحمد لله رب العالمين ومصعب نثق فيه ونثق في قدراته وعنده يعني حكمة باختيار وقته حكمة بالتخطيط ما بنضطر إنه نعطيه كتير نصائح لأنه هو إنسان يعني معتمد على نفسه